تحياتي للجميع. في الفيديوهات السابقة تعلمنا تصريف كونديسيونال سيمبلي واستعمالاته، وتجدون رابط الفيديوهات في الوصف. في هذا الفيديو سنتعلم تصريف كونديسيونال كومبوستو. تصريف هذا الزمن سهل إذا كنت تتقن تصريف المستقبل المركب في حالة الأفعال القياسية وغير القياسية. لتصريف الأفعال القياسية وغير القياسية نستعمل الفعل المساعد أبر ونصرفه في حالة كونديسيونال سيمبلي، فيصبح يو أبريا، تو أبرياس، إل إي أستاذ أبريا، نوسوتروس نوسوتراس أبرياموس، بوسوتروس بوسوتراس أبريايس، أيوس أيوس أستاذس أبريان. ثم نضيف إليه البارتيسيبيو كما تعلمنا مع كل الأزمنة المركبة سابقا. ولعمل البارتيسيبيو للأفعال القياسية التي تنتهي بـ أر نحذف أر ونضيف أذو مثل ترابخار ترابخاذو. أما مع الأفعال القياسية التي تنتهي بـ أر و إر نحذف النهاية ونضيف إيدو مثل كومير كوميدو وبيبير بيبيدو. أما البارتيسيبيو غير القياسي فهو ذاته مع كل الأزمنة المركبة التي درسناها سابقا مثل بريتريتو بيرفكتو وفوتورو كومبوستو. مثال بير بيستو، سكريبير سكريتو، ديثير ديتشو، أثير إتشو، بونير بوستو. لنضعهما الآن في جمل. أبرياس بوديدو أيودارا تو مادري إن كاسا، كان يمكن أن تساعد أمك في البيت. سي هوبيرا سونادو الديسبرتادور نو مي أبريا كيدادو دورميدو، لو رن جرس المنبه لما راحت علي نومة. تي أبرياموس يامادو pero no teníamos teléfono. لو أمكن كنا قد اتصلنا بك، لكن لم يكن لدينا هاتف. Estoy seguro que habrían venido a ver el nuevo mueble. أنا متأكد من أنهم كانوا سيأتون لرؤية قطع الأثاث الجديدة. هكذا أكون قد انتهيت من تصريف conditional compuesto. انتظروني في الفيديو القادم لمعرفة استخداماته.